السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ معاكم مرتبة جيمر من سلنس جيمز. معانا اليوم دعبولة والتميمي 2TT 5TT 7TT 8TT 0. اوكي ليتس ستارت. يا الله يلا جاهزين، هير وي جو. ما شنو هالحركة؟ ليش هيك؟ يا ولد شو انا احس روحي تعبان. من الاي من حرف الاي تجمعون الموارد. ولد من الام من الام تجمعون تفتحون الخريطة من حرف الام. تنقلوا استكشف العالم الكم وما تجمعون موارد. جا جمع خشباني. يا ولد واحد يسوي كرافتينج مو 10 يسوون كرافتينج تيبل. اوكي حلو، هاي فيليج قدامنا، اروح استكشفوها على مود تشوفون الغراب اللي بيها. بس انتبهوا مو تخبطون اي فيليجر، اذا ضربتوا اي فيليجر خسرنا كل شيء. زين اقدر اخذ مني فيجر وبيع له؟ ايه تقدر بيع وشراء. حصلت خريطة مال الكهف. لطيف هذا. شو هذا؟ بدا لحم ويركض. ويه 11 ايرون. يا ولد شوف دار بداوا يهجمون علي. من امه؟ لا اول بكت الصندوق مال الرئيس مالتهم. ايش رد لك اطلب مني امي؟ هلا بالعافية، عاد قلت لكم لا تخاطرون. شو دول بيجهم لحم دي يضبون بفاصوليا ليش؟ وراهم جولم. على جماعة ستون بالزهرة ما ضربت. صندوق الرئيس به 11 ايرون بوكته بس. شو وداك للصندوق انت؟ جاي افتش بصراحة. خير تعد ولا يقدر يضربون اسرع من ما انا اركض اصلا. حسن ايوه يا ريس تعالي خلي اذبحهم. شو ذبحهم ذول عدو ماكشات؟ قاعد يقول برا اتلافة ذبحتهم. لا انا الحاسب بدي تلتشدي فعذروني شوية. فطر اكلها ماتت سويتها مذبحة. قال شوف يمه دولم مدش ليش يشم من طابوق الجولم؟ لا يا الحمد الجولم. تعال لنا محمد اضغط ام. يا ولد انا الليل جاي. هلا بيه. جمعت جول. اذا ذبحتهم ما طاف شيء. اشكال غلاف انطوني. يا ولد الساعه 20 لا القاها من خشمي. ذولا جوبلين قدامي؟ يا قام جوبلين يرسمون بين مكان عادي. وينهم؟ والله حجي انا عندي واحد في اس يعني لو تتكرم وتجي تساعدني اشرف لي تقول لي وين. انا حداتي ما ادراني وين. لقيتك جاست ا سكند. ذولا يوم يمي لك شلون؟ يمي لك جير. هسه دمرهم. موتوا زين اذا ارموك قتلتهم بس ارموهم بي من الحجاراية. هاي قتلتهم كلهم ماتوا. اقول لك هذا ذكرت هذا شنو راح اطلع
ماية. شلون الوالدة الله يحفظها؟ مو شب شب النقص. أبعد كل وين تلوحي. هلا صار الليل خلونا سوا. لا خلونا سوا. ودي توين؟ أنا تعريف على كلمة بعد ترى. أنت يا ابنة لا تبتعد. موتو. جاكم ديناصور، جاكم ديناصور. كتلة كتلة. يلا ورا. موت. باي باي. موت. هلا اجمع جولد. ايش هذا برم؟ يا ولدي هذا البارل ايش بيه؟ فلوس الخشب. حلو حصلت فلوس الخشب. نجمع كول. حصلت فليت. حسن شنو الموارد اللي تحتاجها باللعبه؟ قل لي كلها موجوده عندي. على عيني وراسي. ولا انا عندي حديد وذهب بس انا ملقلك فما افيدك. لا 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 عشان اضرب بيك اضرب بيهم. لا احنا ما نضرب دامج بلاير اوف. الحمد لله. يس. حلو. شنو خلصنا اول. انا عندي 60. هذا الجوع عندي منتهي شلون ياكل؟ عندي بس صخره. افتح الانفنتوري. بعد شوي زينه. اي اكل موجود بالانفنتوري؟ تعال تعال عندي فطر. تعال هذا عندي فطر. اوكي. يا ولد منو بيكون بيخاف بالايه؟ هاك هاك اوقف اوقف. عندي واو ثمان اسهم. هذا ما شوم واخذه. راح ببراك. يلا يا ولد. شنو؟ صدق شنو لنا هاي شنو لنا كرافتنج تيبل ايش فينا هناك؟ يزود بالاكس. يلا خل نروح للبو. الفطر عادي احمر. الحلو انت كسرت الكرافتنج وانا بعدني جاي اصنع فيها. اقول انا جيس. يا وين حصلت تفاح؟ قلبك مرتبط بالضحكه؟ عادي انا مريض. مو زين قدامك عايش؟ ترى بس اموت عليكم وشي يفتحون محضر. انت شو تتخبرون من توفى المرحوم الله يرحمه؟ تعال ايش قلتوا لو خيتوه يتوفى؟ يا ولد تعالوكم هاي منطقة تفاح يا من تفاح. خلوا كل واحد يستكشف له منطقة معينة حتى الموارد تتنوع عندنا. اوكي. بالنسبة لي ابو الوكل يعني بس تعالوا تطلبوا اكل وطلب بس. حلو بعشقوا قدامي ابقار راح اكلها ذبحها. باي باي. هو انا هو انت كم الابقار من تجمع علي سكلت انت قلت لي يمك عصير الرمان ينطني. يمهن جوبلن خلك تلهم. لا بس هدف فيهم دول الوحوش القرويين يجمعوا علي ليش؟ وانا بقيت الرئيس مالتهم. مو انا ايش قلت لك اول ما بدينا اللعبه؟ قلت لك لا تروح للفيليجر تتقاتل وياهم. انا ما ضربتهم والله بس بقيت صندوقهم. يا سلام بوك عادي. القريه الثانيه مستعلمه. عندي سؤال شلون نصنع دروع؟ على ربك؟ حصيت كولدرون حبوبة. حصيت خبز ولا 15 فحم زين. هذا الويت راح اسوي بيه جنب شيء. والله حصيت بيت مال اكل. حصيت 500 يكفيكم؟ لطيف. هذا القارب لقيته همين جاي اجيك انا. حلو عافية. اي هذول فيليجر غير هذولاك اللي قاتلناهم. حلو عافية سنتبه. هذول غيرهم. اذا تريد اكل قول عندي اكل 35 تفاحة هاي 37 تفاحة 2 مشروم 4 مشروم 5 لحم بني. لا
اقف ثمانية مشروب. اوكي عادي انا ما مطول عادي دمي مشروب. ميت سلام عليكم. اكو صندوق اسمه تشيفز تشيست وود بيكاكس. ما عنده بيكاكس خليه يقول حصلت له بيكاكس. ويرد سوب شو حصلت اكله حرفين اسمها الاكله غريبه. حصلت بيكاكس ثاني. اكو بيكاكس زايد جيبه لك شو ما عندي انا. تعال عندي بيكاكس زايدات. اضغط ام محمد وحاول تقترب لنا. يوم كواني اقول لك بتضح ابن سيف. اشتريت لك سيف ادمانسي. شلون اشتري اقف حتى انا شلون اشتريته بس يا الاقوى النايت بليد لو ادمايسي طار الليل ما ادري عندي نايت بليد. وينك هاك محمد؟ وين محمد؟ وينكم هاكم 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 منو راد بيكاكس؟ هاك محمد بيكاكس. ايه طيل هاك اخذ هذا السيف يفيدك. هاي بيكاكسين وراك وراك اخذ السيف يفيدك تذبح بيه. يلا شفتونا تعال هذا ابو بريس. دباكم ابتعدوا عن الفيليجر ما لما تضربوهم. الفيليجر افان ضربه ويهجمون علينا. اقلكم تشوفون دا شوفه لو بس انا دا شوف دا شوفه. خلن كتله. ودع مات. ابتعدوا عن الفيليجر لان اذا دمجوا بالغلط راح يقطعونه. اقول لك مرتضى اعطيك فلوس وتشتري لي السيف لان ما اعرف شلون اشتري السيف. قبل تضغط عليه اشتري. لا يا الحمزة ضربته بالغلط. لا اشتري بعد شو طلعت. بالعافية. سلموني. بالعافية. استونا عود انا نبهت. انت عندك أنا مشكلة وياه. زين هو فوق شلون يا هاي المشكلة احنا نطيح بيها الناس الفقرة تطيح بها. ليش انا اقتلهم لو لا اقتلهم خي ولون مع اليومهم. مات بابا واحدة اعوى من الزومب هذا. اي بس حريمة مو هذا مو هذا فايدنا يعني احنا من راح نكتله بعد من نشتري. ديتو اول مرة بكتل اول مرة بكتل الصندوق مار. يعني فلوس شنو واحدة تنجمع تلقائي قاعد حصلها من تكتب ولا شيء هم يجمعوا ليها يعني بدون ما ادوس عليها لو لازم ادوس عليها. اجابوا قل موارد ما شرد حرام مو بيدك. اقلك خلنا نلقى لنا مكان نروح نصنع بيه الكرافتنج. عندي هاي كرافتنج بيدي صدق. تعال اقدر اصنع سيف حديدي وغراب حديديه وما ذلك. مو انا قصدي خلنا نروح لهذيك السفينه. وانا اول ما بدينا قلت لكم يابا حصلت الحيط خل نروح للسفينه. يجي واحد وياي يكسر الورك بيش سنه متين يكسر هاي وحدي. يا ولد منو جوعان بيكم؟ لحظه صار هوسه عندي اخذته من قدامك. حرك صيغ هاي الصناديق بعد سالفة طويلة. الصناديق ما تنكسر هسه. ما حد قال لي منو بيكون جوعان؟ لا لا مو انا انا شبعان الحمد لله. اوكي شو اسمك؟ تميمة شو اسمك؟ ايه محمد. عقب قبط يلي هذا قال موجاني قلت التفاح كله حاضر ولازم يعمل جانب بعد ما دايجي اركز بروكلي شيب. يعني اقدر ادخل علي ما نصل لحق قاري يا وليد ادخل الخريطة يدرون؟ ايه ايه إذا فتحتوها فانتوا راح تشوفوني المصيبة الكبيرة اللي ضربتنا. سولف. هاي الموارد الأحجار اللي طلعت؟ إيه. شنو قصتها؟ وأنت منا وأنت الله الله إذا تقدر تسويهن. شوف. باع لي.
عندي جولد جولد بيكاكس، يعني اقدر اجمع بيه مجموعه من الموارد. عندي جولد اور اول اولي تشري شوف اللي بطاح على بالي. اوكي دا حرك حاليا جولد. ايش كم جولد؟ اوكي ايش كم جولد عندك؟ 14. هنا بقيتي من عندك راح اسوي هنا انا 10 بارك و10 ويك. 17 انا عندي 57. لا تنسى انا عندي محروق وي 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 عندي وي شو تعبان. اه قصدك من يريد يسوي لك؟ من يريد يسوي لك شو اسمه؟ اريد درع اني يا حبيب امك. انت درع مين اجيب لك؟ الا سوي انفل اراد لك. منو عنده 15 حجاره يدايني؟ عندي 3 ستاكات حجار انطيك اياهن بس اريد درع على عادي. بس تعال جاي اجيك انتظرني. والله هسه يعني حلو راح اسوي اسم بعد شو اذا مو قاتلت البوس. لا طيب ماكو داعي. عندي بون حصلتي كذي بقيت من 90 بون. لو تقدر تسوي كوين جولد اكس ستيل اكس ستيل اكس ايرون بار بارك بريشوت عدي وبنز. اقدر اسوي سيف جولد وستيل سورد. حلو خوش فكره. تريد ايرون جريت درع؟ اقدر اسوي درع ايرون وجولد. تعال انا عندي بار هم عندي سباك هو عندي. اعطيني اعطيني هالمط انا عندي اجمعهم واسوي ترى تشمر. هاي 11 وهاي 14. لا نفس العدد اللي عندي فرق انه انا دا احرق هم زياده. 17 وحده حرقت. راح انطيك الماء محروق. الماء محروق حطه بالفرن قبل لا تعطيني اياه. اه اوكي حلو بدا خليت حتى الفحم خلصت. هاك البس اكتشف اكتشف بذن الفلوس كفني يسوي لك. لا طيب اقدر اسوي لك من ذهب. اي اقدر اسوي لك من ذهب. اي سوي لي من ذهب وانا بعد من ذهب على مود بدنا نطهن لمحمد. اجى الليل موت هنا اكو مش اعطيني سيفك. هاك وينك شمرته؟ شمرته اللي باس من ذهب. الباس من ذهب جديد علي يعني. محمد تعال لنا صار غزو على السفينة. تعال جاك اسم قرار. لا كل شوي لا كسرهم خلنا نبتعد شوي على مود ما يكسرهم. محمد ما تنكسر لازم يصنع الدور. اكلت لي راجدي بس شوي خلنا تسوي لي سيف. موبنز 7 ايرون بار ودع باي باي ريتشول. لا يا ولاد الذيبة تعال تعال شو اسمك؟ اخلاصي حلو وولف سكين باي باي ودعوا. ها آه محمد وصل لنا حلو ويا ابويا. شوف اخوك ايش لعب. شوف اخوك ايش لعب مو بيده. ترست الفرن ترست فهم عافية. بس احنا نريد حديد اقوى او بالنسبة لي احنا يا ولد هاي الغراض يمكم اللي يريد يصنع شو ما يعرف شلون يصنعه خليه يقول لي. لا لا ما يحتاج هاي عرفت. من يريد اسوي له سيف؟ هذا الروب لعب بيرتش وود ما ادري شنو هذا بيرتش. شلون يجيبوا له الاكس؟ ما حد يقول الاكس ايه بس جيب له الموارد نطالبها. الاكس هذا بالود عادي لو اكو اقوى منه. هاك هذا اكس بالود اخذه. لا اقدر اصنع عادي. اخذه راح اسوي له اكس احسن. يريد بيرتش وود تعرض لاس. منتظر شنو بيرتش وود ما ادري شنو بيرتش ريت وود يعني هذا الشجر المرقط بالابيض هذا اللي قدامكم.
تعال كسل عاد. اعطيت الاكس لاخوك صرت تشرين بزياده. صنعت انا جولدن اكس صدق. صنعوا لنا تشيست. انا راح اصنع ما يحتاج. شنو شعورك وين جاي اكل قدامك؟ لا لا الشجر وراك اللي منقطه اللي منقطه منقطه. زين ما كنت تقدر تحصل طاقه؟ تمت صناعه السلم يا ولد. منو اللي خلق يجرب حساء غريب؟ نوت مي. حلو تعال خلنا نعطيك حساء غريب. بيرتشوود اعتقد هذا بيرتشوود. لا يا ول اعطيني العدس حاليا يصير وانك اعطيني شو اسمه عشان فطور ملون. اخذ كل شيء نوكل كل شيء نوكل لا تخاف ماكو شيء يسمى. هذا الملون من تاكله يزود لك اياهم كلهم فخلي لي الحالات الطارئه. مرتضى ما طول يمك اعطيني الاكس انا اروح شو اسمه اسوي جمع الغراض بسرعه. افتح الصندوق تقدر ولا ما تقدر؟ ما اقدر افتح الصندوق هسه. Someone is already using it. افتحه خوش بي غراض. والله يا حجي خوش غراض خوش غراض. ايه هسه راح شوية اجمع اني خشب. جمعنا البيرتشوود اللي هو النقط يا ولد. عارف النقط النقط مو كل منقط هذا باجي يا ولد. لقى صندوق فتحة عندي 159 ذهباية ما تسوي بهم. صدق تكرم انا محتاج بعد حذاء كدرع. زين انت بلعبة تكرم على شنو؟ حلو. وزين هذا الدرع اللي يشيله بايده شلون ينصنع؟ حجي هذه الراتله بعد فكره. اقدر اسوي لك اياها ذهب وستيل. شو تريد انت؟ حذاء ذهبي لو من حديد؟ مش عجب ما تصنع ادوات من ذهب. تقدر تصنع موجوده السباك عندنا. والله صدق تعال تعطيني من ذهب انا اصنع كله ذهب. اوكي باكم ترى اليوم الثالثة والرابعة راح يجينا هذا المخلوق من الطوطة. نحاول من نحاول من ندمج فيه وانا عندي باو قبل بالباو قاتله. انت تشوف بطنه انا تشوف بيه من بعيد بالباو لو ما لا. بس اعتقد هذا الباو اللي عندي ما ادري شو لونه ابيض قوي ضعيف. حتى لونه ابيض هو لونه ابيض. كم ضربة كم طلقة عندك؟ 27 20 طيني يعني انت من قريب وانا من بعيد راح اجي الليل. فليت يا ولد 10 فلنت و25 بريتش خلسونا طاولة بناء احسن من هاي. جمعت هذا الخشب هواية. 10 فلنت عندك فلنت؟ ما متأكد لسه شوف. من بعيد تلقى حيوانات مي جايك للفزعة ولكن انت سيفك اقوى من سيفي ب 27 الف مرة. اعطينا هاي وردة تفيد تفتح شي جديد. خليك بس من وراي وانا عالقة. انت ضرورة خليني افتح انا الصندوق شبيكي اكلت صنع ديكولاتين اكل ما بقي لك اي شيء اخليك تتحصر. مش اتحصر وانا بس اوف ناخذ ذكاء بس بقي لك اعطيك خبز دبالك يا ابويا اكلت لي كله. زين اعطيك تفاح. كل شيء موجود عندي ما اريد شيء. باي باي. عند المكان بقر عند المكان بقر. ولد وراي جولم. يا ول يا ولد من بكم عند السيف قلت مره ثانيه شلون وراي جولم وينهم شلون ارمي
هذا الزعطوط هذا مات. خرب. تعال اقول لك انا شلون ارمي بالبو. ايش سوقتش؟ ايش مدري انا تحط السهم بالبو ما تقدر، هو يمكن قبل على طول ترمي. شلون ارمي؟ أراك. عرفت شلون نرمي؟ ايه تظل مسوي هولد وتطلق سهل. ايه هاي اذا سوي هولد واحد ماك ما يطلق اي شيء يطلع تحميل. لا اعتقد اكو خلل عندك. لا احنا ما نعرف شلون ناكل. حلو حصلت سنيكر. ادري انا حصلت بلدوزر شيء ما اعرف شنو. ويجز اوف جلوري رينكاستر شنو هالشجرة. اخوك مات. لا خلنا واحد حي. والجابة وين هو؟ قتلني وقتلته. اوف انا اروح احي عندي هذا المشروم اللي يسرعني وانا اركض. ليش ما حد يجي من قريب؟ انت شفت يمكن. اي هاي جيت حياتك بعد ايش بعد ما متيت؟ ما ندرج ايش عادي بالتمثل ساكت. ايش هذا ما تشوفون دمي مساعد المايك انا. لا انا ما افتح المايك كمان. احنا نطلع من واحد. غرابك تبقى في الجامعة. جمع تفاح. اي استوي ده. شوف اساعدك مكان مرتضى يدربي انا بس اوصل للموت. سابع جاري اسمع صوت. هذا ما تركزون عبدان. قال ساعة وين من الليل دمي لو قاعد احكي بس اخوك تعال ما اموت. يلا هسه حياته ما صار شيء ان شاء الله. سيف الدامج ما هو شو قال يا ولد وينكم 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 شو جمع دراويكم شغله خاب خدته بالغلط دعبوله. سيف الدامج ما موجود عندي. هذا عندي ريده. ايه ما عندي غير اديك ما تلسل تطيني اياه. وينك هو انا استعملته ومتت هذاك يا ولد. راح ابي تحدي. لاحظ هذا سوي تحدي تلافتنا نقرر مو وحدك تقرر. جولدن شو وقتك تستريش شو جولد صدق. تعالوا طول موارد خلنا نبني. صدق قبل امس حصلت طفلة مضاعفة. حلو. بس تاخذ هو من اللي استعمله. مرتضى رجع للهاي يا ولد العدة 10 فلين خلي يقول. جماعه انا اصير ملحم فايده اسوي شوي اسوي شغلات قويه. الاتاك سبيد صار كلش قوي عندي اللي صار قدامي ينفرم. انا جبت اورنج جوز اكلت خير وبركه. من عنده فحم بلا زحمه. فحم وايرون كل شيء عنده انا جاي اجمع بيهم. جاي قرناني هسه ينواد لي ينواد اصنع بكاكس اقوى من الجولد. حلو تقدر تطبخ هسه اللحم بدون تسوي حساء لحم. مباشرة حطيتها بالكودرن وانطبخ صار عندي لحم مطبوخ وحساء لحم. راح اجيب لك اللحم اللي عندي لعاد. قول حساء اللحم زيده هيك شيء بس بسرعه ينقص. صدق اوقف انا سويت لك دروع والروحي ما سويت دروع. اصنع موارد كلها موجوده يمك. واذا تريد الصراحه اجيب لك بعض موارد. تبقوا سوا انا بعيد عليكم وابقوا سوا انا راح اقاتل الوحوش وحدي.
وينك شو اسمه اخوك؟ اوقف. طلب. حلو. خمسة مستر بار اقدر اسوي. لا ما عليك. باي. ودع. هلا والله. ودع. مرتضى ايش قد دمك؟ مقبط اني. لا قاعد يعوفي. الماكس 130. ايش قد دمك الفول؟ ايش قد يصير؟ 130. 120. جاني بوس. يا مك بوس؟ مجرد سيف. سيف جات عبان بس. قتلته. قصدك هذا البوس العادي من ذول الوحوش العاديين. عادي. وانا اخوك اللي يموت علينا مرة ثانية. اوكي ماكو وحوش ولا محمد. ياب اكو يا موحوش. هاب لو عشان ارمي عبد القاس. هاك وينك؟ تعال اخوش. تعال تعال تعال. محمد وراك وراك. اثبت اثبت اثبت. هاك هاي هاك هاي احسن. هاك هذا احسن. اكلا اقوى بهواي. نايس. اكلا ودعيلي. اقليك متضع. اكو عندك خط ابيض فوق دمك؟ انا خط اخضر ازرق. لا لا مو زياده دب فوق دمك. بس يلا وينك؟ اكو خط ابيض. فهذا شنو نظامه؟ والله ما ادري. هو هذا اللي اسالك اسوال بس عندي خلل او شيء. هذا يلا وين كل الموارد؟ قلنا لك هسه راح اجي. ترى انت ابو اللقمة. انت عندك الموارد كلها وانت عندك اقوى اسلحه وشيء. صدقت بقولك. اذا شوف الغرافه اللي شايلها تتخبل. والله حد جاني طبيعه زراسي وجعني فعادي. شو اخوك ما لحس مو بس. ايه لان غالق المارك. ما هو دي مسك الباب. والله حدا مستغرب شلون هوني ايش اسمه حاجين. تفاح تفاح. حلو لاك. ما حس كافي من الشغلات جاي تشتريها؟ الو شنو؟ ما احس كافي. احسب اشتريت امة محمد كلها ترى. تفاحة. ما اشبع. محمد يما كان تعال ساعدني بالحجارة. حلو حصلت هيلث ريجينيشن. خرب يومك. ارقى شي بعد الدور دمي واحدة يزود. شنو ارقى شي؟ على روحك ارقى شي. ارقى الرقى هذا. ريجينيشن. ايش شلونكم بعد احوالكم اخباركم واموركم؟ بافضل حال. وش في اللاعب قام يكسر بسرعه؟ الفلنتيليا والباقي لك. ها قام اللاعب يكسر بسرعه. اذا ابقى ضاغط البيكاكس على بيومك مرتب عليك سوالف. لا بقيت هنا مواد مهمة نفتحها ولا اصلا عندك بعيد؟ كاروبا شكل شيء قدامي ينكرف. لا انت حرفيا عندك شغله اسمها كاروبا. How did you know؟ حاجة ترى يطلعونا يكتبونا جوا انه فلان حصل الشيء فلان وفلان. ايه صحيح. اجلية. ايش تسوي؟ هلا هذول الجولم خليك قتلهم.
ماتوا بلمح البصر. يا ولد بس اعطيكم شغله بس مو تستغربون، حصلت شغله جيت باك يعني طفرتي زياده وانا عندي دبل طفره. خو ما تدمج اذا تطيح عمر توقع من توقع بالقاع. خو ما تدمج؟ لا حلو ما تدمج بس اطير مسافات خارقه مو بس خارقه. انت من راح تصفر وتدمج الوحوش راح تحصل تشانس يعني تدمج اكثر. والله انا اللعبه بدات تتعلق يعني بقامر اسمنون. ها طبت انا القريه صايره مهجوره ما بيها ولا طير. تجوع على التدخل في ما لا يعنيك. ودع حلو ظلم. باي باي. مرتضى هاب اخوك راح يموت. حاجيكم قاعد اوقف. انا قريب منكم. هاي صار يمكم. شنو هاي النار؟ ابتعدوا ابتعدوا. عاد قام تعلق قاعد ما قدرت. خلانا اقتلهم. حرفيا شافتيكم اقوى الوحوش. وين احنا؟ قطعتهم. حلو فاير بول حصلت. مش هذا بتصفر قدامي. وين ار يو؟ بعد دمعك يخرب ضحك. ليش ايش بيه كل ذهبي؟ اصنع لي دمع مفلك. على مدى افيدكم بالقتال. انا قتالي قوي فاصنع لي درع كامل على مدى اقدر اقاتل اكثر. بالعكس درع من عندنا يعتبر. شلون عندك؟ تعال تعال تمشي. ايش مر السيف مالتك كسر ديك ما راح ابوقه. نو 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 بس هي تعرف طريقه ايش بيك ما شغال هسه اخوك. محمد شيل لا اخذ هاي الموارد تفيدكم. شوف اقدر اسوي له هذا 56 فلنت. لا احنا جاي لكم. وهذا ايرون ترى جاي لكم الا اخوك انا ما دحت اصرف عليهم. ما يحتاج بس وحده كرتشبوت. بس وحده كرتشبوت كل شيء ما محتاج. انا اصنع الدرع بنفسي بس الدرع الستيل اقوى منها. شو اسمه انا بالدمع بعمل بس بجامع وحباب. وينك محمد؟ هاك تعال محمد وراك انا تعال. كمل هاك القف لو ادش يا صاحبي الحذاء العد اقف. شو يا ولد الطول حباب؟ وين هالحباب؟ حباب جت عندك؟ قول برش ولد احمد دين محمد ناقصت بس واحده الحباء. وانا مو شمارت حباء. ايش شمارتن كلهن لكم؟ ما هي حسنا جدك الحباء او وين انطك اياها؟ لا ما جت حباء. شو انا واحد يقولي اطول بتموت خلنا نسوي بسرعه. انا بالدم ما عندي. شنو بتقول؟ اعطيني اللحم اللي عندك مرتضى. اعطيني اللحم والخشب اللي عندك والحجار. تفضل اعطيتك كل اللي عندي قبل شويه. عافية. لا انا مو انا بشوي تريد حذاء ثاني اصنع لك محمد؟ لا لا لقيتها من المكتوب زين. حسن حسن انطينا ستيل. انطينا ستيل. ستيل عندي بس وحده هاي ايرون بار. ما عدنا اور. انا قبل شوي اعطيتك اور. شوف وحشني خلاص جاي احرق والغابه فاضيه. اصنع لنا فرن ثاني. هذا الفرن واحد ما يلحق.
هلا اصنع فرن ثاني. يلا خلنا نحط ما شو عم تصنع الوركينج بيتش بيدي؟ هاي صنعت فرن، وين احطها؟ هاي شنو الكرافتنج نفسها لو تختلف صناعة واحدة ثانية؟ نفسيتها كسرتها ورجع تطب. ما في اذا عندك جولد اور خليه. انا اعطيتك فلينت، وينه؟ استخدم اصنع لنا الورك بنش الثانيه. ما سويتها؟ لا طيب خلاص صارت سالفه بدي احسب منه. ايش هذا البقره؟ كتله كتله، وجيب لي لحمه. حلو لاكس فايبرز. وين اسلم شو مارت ورد؟ وينه؟ اخافته. مرتضى جاك الورد؟ ايه تريده؟ ورد ازرق طني. اي طني اخمط. خلاص بوالي بوالي. وينك بوالي؟ بوالي طفى واحدة، انا اعبر نص المسافة. اوكي سويت هذا، بس شنو فايته ما ادري والله. حبيب قلب والله سويت الحب هنا فايدة. هاي هناكو ستارت باتل، شو وقت ما تكونوا مجهزين ما الله نبديها. بالنسبة لي انا ما صرت جاهز لو ما تكون محمد تجي. ليش؟ يا ولد رادينا مرة ثانية. ما ادري شنو شفتت، قتلني قبل. بس لا شفت البوس. لا هذاكو يا اجانا طاير. حضر روحك حسن، طب بنص البحر. البو شلون ارمي؟ البو شلون ارمي؟ تبقى ضاغط. هذا 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 يا يابيس. لك تفر يا يابيس يا يابيس. هينا جارديان 1300 دمه. ما تعيشون هاي الليلة. راح اقتله. ولي شو مركب نصل تستنى. راح اقتله. ما طيرك عليها. قتلته. شو هذا السيف؟ هذا السيف قوية. وين السيف؟ انا مسيطر بالقتال. باي باي بوس. حمين حمين هاك شو تفضل وينه؟ اوتش اتس هات. هاك سيف معويته انت اخذته لهون. لا عبالتي عسبالي رايح احيي محمد. لا لا افتح يا ليا انت ابقى جمع موارد. انت هم جمع شنو؟ كان ابقى اشتغل عندك بس اجمع موارد. هلا شوف دار. لا انا بالنسبة لي احاول اكتشف السالفة شنو لعبة. هاي مجمع ال 24 وردايه رحمة الدين محمد 60 ويت. السوالف عندي تعبانة طاير. بس خلي ابتعد عن غراب محمد، ما الله ما اخذهم بالغلط. ما ملاحظين ان اسعار الصناديق بدها تغلى؟ يلا اخذ غرابك محمد. لو ولد احكيكم ما ملاحظين ان اسعار الصناديق بتغلى لو لا؟ عادي انا لهم فلوس يا ابو فلوس. تعال فلوس على باب الله. ما عندي غير طفره تخب. محمد دروعك البسهن واسلحتك رتبها. ايوه لو يا اخو. مو قلت محمد؟ لقيتك. ما ادري ما دارك ايش بالاسلام انا. والله يا حجي صدق ثلاثة امتع. اكتشف لنا طريقة نجمع موارد اقوى من الستيل والجولد. القرويين دوروا لكم على قرية ثانية. ماشي راح اروح استكشف ثاني. تعال انت خلنا نجي وياك. غرابي انا مقبطة، صنعوا لنا صناديق خلينا نخلي غرابنا بيها. ممكن تساعدنا صناديق؟ تعال عندنا هناك نلقى الصناديق.
اي والله لا انا حامل بقى على الشين والطبيخ. اقول لك يا ولد منو حاسب التقوى حصلت؟ خلي طل شغل جوجل يبحث شلون يرمي بالسهم. ضاع. وين تلبس الدرع بالضبط انت؟ خلنا نحاول احطه. اي؟ انت دليت حط السهم. نعم السهم صفر. بعد فوقا. بعد وقت. بعد صار الساعة شكلها. اي والله بعد وقت. شاب رايك انا شلون جاي استخدمه؟ اقول لك زين هلني فوق الاسنان عندي وما ادري شنو حصلت من نص صناديق. اي هاي تفيدك تنكتب فائدتها كل واحده لها فائده. شلون ينكتب؟ من تاخذها ينكتب تعطيك تعطيك لو دامج لو تعطيك سرعه فوق على اليمنى. ديل دامج. هاي اخذت ابلتي ما اعرف الدمج هيل دي مدري انا هيلي دمج مدري شنو السالفه دخلت من الدمج تهيل يمكن يا خشمي اكو حابل حطيت الصندوق اكل الجميع قمح ما فايده من ام القمح فهم اللي بنت والجمعه وطريق وينك تعال لا مو انت الثاني نايس هلا لقيت الجولم خل اقطعهم خطيه ضربه واحده يموتون يا ولد ترى بالاخير يجينا تنين اسمه بوب دير باركم هلا بي ضربتين يموت يا هلا بيك هذا يسوي منك بجد وبيض او ماي جاش عصر الليل راح يجي وحش خلنا نتجمع وين خلنا نتجمع او محمد وين خلنا نتجمع انا وياك جاي انا ورا ليش خلنا نروح نتقدم المبدا وانت تعال ارجع لنا جاي قاتل واحد يعني والله تعال اقول لك ذول بدور ايش من وراي قالوا لي اصلا بس من دوسنا امشي زيكزاك امشي زيكزاك مشروب باي باي اعزائي حلو ريجينيشن يا ريجينيشن جماعتك راح يموتون تحت ريجينيشن شنو هاي؟ اوقف اوقف خل اساعدكم. شنو هذا اللي جاي طيب؟ ابو تجعل هذا؟ موت. شنو شو بسرعة صار شو دم؟ راح اموت. ابتعدوا ابتعدوا خلوا القتال عليا. قتال هذا له واحد يدبره. ودعوه. لا يا واحد شنو اسلحتكم؟ اسلحتكم وين؟ انتوا اسلحتكم وين؟ انا اتعجب عليكم. هو الزوم بخمس ضربات يلا متعدي زين انت دايموندي انت مالتك مثلك مو سلاح ضيم وين ما زين انا مو سلاح ستيل عادي صار عبيد ايش اقول ضاع منتهى سلاح دمج 200 ودعوا 200 على الحالة تعال مرتضى اعطيني فلوس اعطيني فلوس اعطيني مالات اعطيني مالات ايش ما اعطيك انا اخذتهم بنفسي افتح تشيست او ماي جاش حصلت جمب افتح لي تشيست بتشذب مو ما ده حصلت تشيستات حصلت طفرة عالية ايه ما عندي استعمل افضل ما حصلتوا نقرة ثانية لازم نصعد فوق يعني المناطق اللي صايرة فوق بالخريطة شوفوا اللي يجوع خلي يقول عندي 11 مشروم عادي 6 ملون 10 اصفر 23 تفاح 12 واللحم اللحم مطبوخ 12 خبز اللحم اللي انطيتك اياه يكفل هذا الجوع
مو كله قضيته. اكو بعد نسيت هناك يوم نسيت افتح بالفرن ديما الخيك طفرتك توصل ليش انا طفرت ترى بها حتى دمج يعني باطفر واضرب الوحش شبر غير قارة. اقول لك حصلت العصير مال ايش اسمه برتقال. ايه هذا يسمع الفربة ادري قريت يلا يا ولد خلينا نبدي هنا أنا هذا واحد وحش خلينا نبدي عطفه وياه. حلو جنيش تعال اجتمع يمي تعال اجتمع يمي انا يمك اجتمع يمي ومقوم الساعة بعد الساعة يا بالك ترى هنا انا اقوياء كلش هولا لا تتدمج اذا دمجت منو... تروح بيها هذا هو الوحش بس يلا استعدوا خوش مكافأة تقلل لك الجوع حصلت أرتب كيف نعت أودان حصلها حسن تقلل الجوع حتى ما حصلت ولا ربع ما حصلت ربع دينار أخوك أخذ لي فلوس كله نيتشي هو سوى لي شفط لا تجمع قمح لا تجمع قمح عندنا بيستعكين قمح ايه اصنع ما عنده أكل شو هالمناجع يا جماعة كرا بيومك مرتضى دخلتها كبر زين انا فتحت الصندوق انا فتحت الصندوق شو اللي دخلتها اذا تصافوا على الصندوق لا ما صافوا ضطرت العاس بسوى ما دشت تعال فلوسي خاصة تعال تعال الصندوق الذهبي يلا راح افتح عليك الحين يطلع شي نادر قبل اخذه انت اخذه شنطوك سنابه مسكوب احنا شو نسوي بالسكوب هذا يفيدك الباو يهود والله ما ادري ما تعرف تهم ايش مكتوب ايه ما الشاشه مالته اصغر ما اقدر اقرا شو خاطر بنقنص ماكو شو خلنا نحاول small offense to hit to dead والله ما تعال تعال صندوق ذهبي ثاني ما اقدر فلوسي خلصت عندي 48 يكفيك؟ لا ما تكفي هواي اريد ب 300 كان 200 او في القمح رحمه ديني محمدي تعال شجر 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 تعال 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 شجر انا تقريبا عندي ستاك اغراض فول راح ارجع للبدايه افرغهن والله اكمل مغامرات وياكم حصلت لي كنجر ثاني من ادمج يرجع اسوي جنريت له لطيف تعال مرتضى خلينا نجعل قوي هذا الوحش مرتضى لا لا ما نقدر لان صار الليل راح يتضاعف اعدادهم اوكي لا خلنا ناكل ليش داس ما صوت جولم اشكال جولم برضه لا يا ولد راح حتى طايرين دول اثنين جولم زيادة ابقى عدل محمد يا ولد ابقى عدل مات قتلوه شوف شو هذا بابا واحدة قاعدة مات وتبقى تطفر وتهرب نقدم 13 ثانية شنو هاي المخلوقات العجيبة دعبولة لا تموت دعبولة جاي يطفر عافية قاوم انا قاعد اقاتلهم نو عبد تموت خلنا عالج روحي تعال موت
لا متيت، كنت هذا تحييني. Good luck dude، حاول تقتل هذول اللي يطيرون. دبل جمب، دباك وراك جولم. عندك دبالك وراكم. اقتل اقتلهم. حاول تستعجل بسرعة لا يقتلوك. لا 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 تموت لا تموت. والله هذا شي خاد. قام حاسب تعلي. ما تقدر تحييني؟ فايف لا قام تعليك. لا ابو وقت اللاج. حركت مقشة. اذا مات راح راح كل الامل اللي جمعناه. يا من عندك كم تفاح يا ولد؟ ابتعد ابتعد باع 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 ابتعد ابتعد. لا تظل تفتح على شكل دائرة، اطلع بشكل مستقيم. شوف الحظ باقب مكانة تبدا ما يعرف يلعب كتل لا هي مو ما يعرف، هي حاسب تتعلق. انت جاي تفتح بشكل دائرة، هم جاي يسيطرون عليك. انت حصلت روحك. شو اسوي؟ انا ما اقدر اسوي شيء لحد ما اطلع بشكل مستقيم، ابتعد عنهم ويروح اللاج، بعدين ارجع حي لك اي واحد من عندنا. وش الحق اذا انا وراي ثلاثه جولم، اثنين جولم زعماء، واثنين جولم عاديين، وثلاثه جولم مستانيين، وثلاث تنانين، وش اسمه؟ ثلاث انواع مختلفه من ذول الرايبوسورس. ليه عدد ذي؟ كهربائي، ذهبي، عادي. كل واحد عنده اثنين ثلاثة. رحمة الدين محمد وين اصفر؟ وانا اخذ سيفك وما لحقت. يلا بس والله عجبتنا حلوة. يلا هاي مع السلامة. شوفكم الفيديو الثاني، لا تنسى لايك وشير وسبسكرايب وما ذلك الاشعارات الحلوة. اللقاء في فيديو اخر. كان وياكم مرتضى جيمر من القناة مراكولوس جيمز. اقرب شو اسمي القناة؟ مرتضى جيمر ماسلنس جيمز. العاب متنوعة. ماسلنس جيمز. هو قالها بعد يعني. يلا انهي التصوير.